حتى واحد ما كيجي يريح هنايا ما والو. علاش كاين شراب زايد؟ بنادم مش عقليته موسخه، خاص يدير لينا شي حل. حنا بينا شي حل في هاد البلاد، تنقش شويه حيدو لينا من اوباش باش تقاد. هذا هو الطلب ديالنا بالخصوص. الا تنقات البلاد راه ديك الساعه كيولي جاي التوريست، كيولي بزاف ديال الحوايج، كيجي ما كيخافش على راسو، كيقول هاد البلاد راه مامنه، راه غنجي لاسفير، غنتسارى في راحتي، غناخذ الراحه ديالي انا ووليداتي فيها في الصيف من غير الصيف. وكاين شي وحدين كيستغلوا على قبل حوايج اخرى، بحال كيف الشراب وشحال من حاجه. يعني اصلا داك البلايص تيكونوا خاصهم يديروا قبل الترفيه، ماشي داروا الناس على قبل الترفيه، ماشي على قبل هاد الافات الاجتماعيه الخطيره. كيجيو غير في العشيه كياخذوا الشراب، كيجيو يشربوا هنايا كيسكروا، الدراري ما كيلقاوش راحتهم هنا في العشيه. كل العائلات كياخذوا، فهمتي، كيولوا واخذين واحد الحيطه من داك. تيقول لي راه نمشي نلعب في الكارتين، تيقول لي لا ولدي راه كنا تما سكيريه وغادي فهمتي. ضروري اي ام كتخاف على ولدها، يعني احتلوه بالمعنى الكلمه، يعني ما يمكنش لي فهمتي، ما يمكنش لي الدري صغير غادي يجي قدام سكيري غيدوز من حداه وسكيري ما غيدويش معاه. حقاش كاينين بزاف هنا ديال الحانات، داكشي علاش ماش ما كنلقاش راحت. يعني نقدر ندوز من هنا وتلقى لي شي واحد يدير لي شي حاجه. يعني ولينا حنا في واحد المدينه اللي خاصها تكون متامنه من بزاف ديال الحوايج، ماشي غير الشماكيه ولكن حتى بالناس. بالنسبه لهاد المركز هذا مش غنقول لك، الا ما جيتيش معاهم ما قدرتش تصيفطهم بوحدهم، هذه اول حاجه. متنزهات عندنا حنا قلال اصلا بالنسبه لهذه المدينه، وهذا هو الوحيد اللي عندنا اللي بغيت تقول فهمتيني. كاين واحد الدكه ديال السكان يعني طيب الحال، يعني كاين بنادم شي سكران شي فهمتي اش بغيت نقول لك، يعني ماشي ما كنلقاش يعني الناس اللي هما اللي قدر تتجي مع وليداتك وقدر فهمتيني يكون مرتاح. وهذه كاين كريساج، يعني انسان يتلقى لك شي واحد ولا شي حاجه، ما تقدرش تمشي مع بنتك يشدك شي واحد ولا شي حاجه. هذا الشيء علاش كنبه بان انسان يحيدوا هذا الشيء، يحيدوا هذا الشراب، ويحيدوا هذا الانسان الكاز الشيء باش ما يبقاش يكريسو الناس ويكريسو هاد الشباب وهاد الشابات وهاد الشيء. واحد تجربة مخلطة كارتي ما كيريحوش في دابا ولاد السعادة ولا ولاد عزيز الدرعي ولا، راه كل واحد من كيجي كاين الكورة سيدي بوزيد كلشي كيعود كيشرب تمايا. إذا راه هاد الزويدة عندك، إلا كان شي واحد براني راه ما غيعرفهاش واش ساكنة هنا، ما غيحتارمهاش. أين فوا غدوز قدر يبسل قدر بزاف ديال الحوايج. يعني نقدر حتى أنا نكون عرضة لشي حاجة خايبة، داك الشيء ما نقدرش نكون أليز وغادي عادي في حالي في حال كاع الناس. وكنطلب من المسؤولين أنهم يديروا حل هاد الشيء. وأصلا كاينين بلايص ديال خاصين ديال الشراب وداك الشيء، يعني ماشي غادي يجيو لهنايا وغادي يبقاو يشربوا ويديروا معاهم حتى الدراري. كاين الدراري الصغار كيشوفوا داك الشيء.